متابعينا بيصبحنا لليوم مجموعة خواطر بتعكس فلسفة شخصية، كتاب عزيزي أنا للكاتب وطالب الطب مجد حاتم كوتش كوكش عفوا. أهلا وسهلا فيك مجد، ومبروك الكتاب هيك عزيزي أنا. بالبداية بنصبح عليكم بنحكي على الكتاب. صباح الخير، صباح إليك، يسعد صباح صباحك، الخير أهلا إلى كل وسهلا، المشاهدين ولكل حدا عم يحضرنا. أهلا أهلا وسهلا. وسهلا. عزيزي تفضل، أنا بدنا هو نسألك عن عزيزي أنا. عزيزي أنا الصراحة هو بداية أعمالي، بتمنى يكون في إلي أعمال قادمة جديدة. موهبة الكتابة الصراحة أنا بدأت عندي من عمر كثير صغير، حاولت على مدى كل هاي السنين إني أصقلها، إني نميها أكثر وأكثر، لا حتى اليوم قدرنا إنه نسطع عليها بكتاب عزيزي أنا. نعم، ليش عزيزي أنا؟ عزيزي أنا الصراحة هي لغاية شخصية، في عندي فلسفة شخصية بتقول إنه الإنسان بيعيش بعمره من أول يوم لآخر يوم لحتى يحاول يعرف هو شو بهذا الكون، لحتى يثبت وجوده. عزيزي أنا من وجهة نظري هي بداية إثبات ومعرفة مجد لنفسه. نعم، خلينا مجد نسمع شيء من عزيزي أنا، نعرف المشاهدين أكثر النقاط اللي ركزت عليها، المحاور اللي موجودة أو الرسائل اللي حبيت توصلها من خلال كتابك تمام. الأول. الصراحة عزيزي أنا هو عبارة عن فصول كثير كبيرة وكثيرة بنفس الوقت ومنوعة. في شيء أنا بحب دائما أهديه لبلدي بشكل أساسي، بشكل رئيسي. في شيء انكتب من الواقع اللي عم نعيشه، من صعوبات اقتصادية سياسية ثقافية، وانكتب بالتزامن أيضا مع الخيانات العربية بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي. بقول فيه بعنوان سلام: سلام على وطن تحنو به الحرب ويقسو السلام، سلام على وطن يحيا به الجاهل والأديب يلام، سلام على شعب آثر مر الصبر على الاستسلام، شعب إذا ضاقت عليه اليقظة شرع العيش بالأحلام، سلام على عروبة أهدت الخذلان بمسمى السلام، بأئمة يلهو على رقعة بيادقها الحلال والحرام، ألبس العدو ثوب الضحية وبات المغتصب بثوب الإجرام، سلام على زمن لم يعد للحق فيه وجود بين الفلك والأجرام، أنا المجد أكتب عن دناءة الأيام، إذا غفت عيني أبصر فيا ما تركته الأقلام. نعم، خلينا نحكي أكثر، يعني حضرتك بتدرس طب، طب شو طب بدك بشري. شو بدك تختص؟ حالياً موضوع الاختصاص تاركه لبعد التخرج. نعم، والكتابة هي هواية. صحيح. وفي كتير بعد بين الكتابة وبين دراسة الطب، ايمتى اكتشفت حالك انك بتقدر تكتب، انك بتقدر تعبر، وكيف بلشت تطرح يمكن الكلمات يلي بتكتبها وعلى مين؟ صراحة مثل ما قلت لك، أنا موضوع الكتابة بدأ عندي من عمر كتير صغير، واختلفت غايات الكتابة من فترة لفترة، لأنه أنا كمان كبرت وعم بنضج شيئا فشيئا، عم بنضج ثقافيا وعم بنضج فكريا، وصورتي عم تتغير. الطب ما كان أبدا هو مانع لكون أنا ضمن المجال الأدبي. الطب بالنسبة إلي هو مشروع حياة، والكتابة هو شغف، ولا حياة بدون شغف. طب لمين قلت أول شيء كتاباتك؟ كتاباتي صراحة كتبت أول شيء لإلي، لهيك أنا سميته عزيزي أنا، عبرت عن حالي. اثنين، أنا بكتب لأي حدا بيعني لي، للأشياء اللي بتعني لي، لأهلي، لأصدقائي، للمقربين مني، لوطني العزيز سوريا، لكل شيء، ما عندي شيء محدد أكتب له. نعم مجد، ايضا بالاضافه الى دراستك الطب وشغفك بالكتابه، لك مشاركات تطوعيه. صحيح. خلينا نحكي عنها اكثر. الصراحه كمان انا مشاركتي التطوعيه بدت في عمر كثير صغير، كان في لي مشاركه مع الهلال الاحمر بعمر صغير، كنت لسه بعدني طفل. حاليا ضمن الجامعه انا مشارك بفريق، عضو بفريق مورفين التطوعي، هو فريق معني بمساعده الطلاب، بنكتب محاضرات وبنوجه الطلاب على الشكل اللي بيرضيهم لدراستهم. حاليا انا كمان متطوع ضمن جمعيه حقوق الطفل، حقوق الطفل الخيريه، هي جمعيه من اسمها
معنية بالطفل، لكن هي كمان بين جوانبها بتحمل كتير شغلات. هي مو بس معنية بالطفل، هي معنية بالأسرة، بالأمومة، معنية برعاية دور الأيتام، بطلاب العلم. وبحب وجه تحية كمان للمجلس الإداري لجمعية حقوق الطفل من منبركم. نعم مجد، كنت من شوي عم بسألك إنه طب دراستك الطب وكتاباتك الخواطر، في فرق بين الاثنين، ولكن اليوم عم نشوف في أعمال خيرية عم تكون فيها، في أعمال تطوعية وفي درس كتير كبير عم تقدر توفق بيناته. اليوم كيف بتقدر لكل مثلا طالب، لكل شاب طالع جديد على هالدنيا، انه تعلمه ينظم وقته، ينجح بمجالات يركز فيها، بمجالات اي مجال بيفوت عليه ينجح، كيف؟ الصراحه هو تنظيم الوقت ما له قاعده. البدايه بتبلش بانه الواحد يكون مؤمن بذاته. مؤمن بذاته، الايمان بالذات هو الذي يصنع الاراده، وهو اللي بيخلي الوقت بشكل تلقائي يتنظم. كل حدا في عنده شيء قادر يعطي، ما يوقف، ما يكون ابدا متقاعس. كل افاده اللي احنا بدنا نقدمها لنا ولمجتمعنا لازم ما نبخل فيها. اكيد. قديش حلوه يا مجد هالاراده والروح الموجوده عندك. دائما لما نحكي عن الشباب السوري وقديش تاثرت نفسيتهم خلال الحرب، ولكن دائما بيكون في نماذج بعدها امنه بالمستقبل، حابه تشتغل شيء. خلينا نحكي عن مشاريعك المستقبليه، سواء بعالم التطوع او بالكتابه او حتى اذا في مشاريع طب. الصراحه انا هلا مشروعي الاساسي هو اني انهي دراستي بكليه الطب واتخرج، هذا بشكل رئيسي. المشروع الثاني هو اني انا استمر بالكتابه، لانه نجاحي هو مو بس بعزيزي انا، نجاحي هو باستمراريتي ككون كاتب بالمستقبل، اقدر انشر اعمال ثانيه لإلي ان شاء الله، حيكون في اعمال قريبه. اني شارك وأقدم أكثر قدر من الإفادة والاستفادة بأعمالي التطوعية، كونه هذا الشيء مثل ما أنا قادر أعطي فيه كمان أنا بأخذ منه خبرة. وبالنهاية نحن إذا ما قدمنا كل شيء بنحسن نقدمه بطاقتنا، بجهدنا، بعملنا لأوطاننا ولأهلنا، فنحن ما بنكون ابدا اثبتنا وجودنا بهذه الدنيا. نعم مجد، خلينا نحكي عن مشاركتك بمعرض الكتاب وعن يمكن شعورك، كيف الناس، اقبال الناس، كيف كنت عم تقدمه لكتابك لكل حدا يمكن بيتساءل شو عزيزي انا، شو بيحتوي، والناس المقربين كيف كانت رده فعلهم؟ بالبداية كان معرض الكتاب هو فرصة كتير كبيرة لإلي، لأني أقدم أول أعمالي اللي هو عزيزي أنا. بشكر السيدة الوزيرة لبانة المشوح على إقامتها لهذا المعرض. معرض الكتاب هو مو بس أغناني، هو أغنانا كلياتنا. بالنهاية نحن الثقافة هي عنواننا، وفعلا كتابنا هو عنواننا، وكان الإقبال حلو وجيد، وأنا سعيد بمشاركتي فيه. اكتسبت خبرة واكتسبت سعادة بنفس الوقت. نعم، يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا مجد، نتمنى لك كل التوفيق بحياتك على كافة الأصعدة، ونشوفك قريبا بأهم المطارح. شكرا كثير لك. شكرا كثير، ومبروك عزيزي أنا، وعقبال يمكن كتب أكثر وأكثر. شكرا كثير لك. شكرا.